خالتي قبل ما نبداو نفيدو ما تنساش هنا تفعل زر الجرس حتى يصلك كل بو جديد ولا تنخلو علينا باللايك وسوف نستمر بين شر المزيد ان شاء الله. خالتي لا زر روحو فيديو فوتنا الليبيين راح نشوفو فرقة الانقاذ الجزائرية للحماية المدنية وعملية انتشال الجثث بدرنا رحمه الله واسكنهم فسيها جنانه. خوتي العزاز نروحو نشوفو التفاصيل الكاملة لهذا الفيديو. وما تنساش خويا العزيز طب تحت الجام كومنتار وتخلي الاشتراك نتاعك باش يصل كل ما هو جديد. قوتنا الجزيرية خاوة خاوة حياهم الله ان شاء الله ردوهولهم في الخير يا رب. هو صينا كيف نازلين لك يجب جثث من نار خلق الوادي والتحرك ان شاء الله ردوا بخير للدولة الشقيقة الجزائر يا رب. والله موقف ما ينساش بالله حياهم الله. قرب بالله قرب بس الله نحن تمام ما فيش باس العيلة تمام واضرار خفيفة حصلناها فاهم. لكن اللي وجعتني اكثر ان الناس اللي كنا نحاربوا فيهم في الغرب وكنا نقاتلوا فيهم طرافلس ومصراتة والعالم الغرب رمي جوفة زعيل يا راجل جوفة زعيل ونحن من شهور كنا نقاتلوا فيهم وطلعوا فيهم بلا شئين من حواشينه توجهوا بسعيد يا راجل نشكو مش تاخذنا بالله والله نشهد بالله ان كنا ظلمينه كنا ظلمينه ما عن نفس عن مقاتل ميداني قاسم بن دكتور بيطلع الناس اللي تدفنت تحت الردي معش في حرب مني انا معش في حرب لو كان ايش معش نمشي قاعد في حوشي ورافع الراية البيضة نشهد بالله ان برجال وحدو النديم يا كنا نتمنى انه ندخلوا البيوت باهلها ولكن الظرف استثنائي هكذا هي البيوت في دارنا بهذا الخراب للأسف الشديد. هذه مخلفات إعصاري وعاصفتي دانيال وبعده فيضان وادي درنا القوي جدا مثل ما تشاهدون في هذا البيت. فيه إشارات قوية بأنه توجد جثث عالقة لا تزال عالقة في البيت. شوف الجنس أنت الله اشتاحها انتر 45-50 وتمت بنجاح مثل ما تشاهدون عملية استخراج الجثة في ظرف وجيز في ظروف معقدة جدا. فيما يخص العثور على الضحية الثانية جيس داكر سن حوالي 68 سنة 70 سنة. رائحة الموت في الشوارع والبيوت التي لم تعد عامرة بأهلها. الكل هجر منازله قبل وقوع الكارثة وبعدها لأنه كانت تحذيرات قبل العاصفة قبل الإعصار. هناك من غادر المدينة وهناك من رفض وبقي في منازلهم لذلك كانت الكارثة كبيرة. كارثة غريبة نسأل الله العفو والعافية. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله نحن كنا خير كالجزائر كليبيا كنا موحدين بالله عز وجل والحمد لله جزاهم الله خير وبارك الله فيهم جزاكم الله خير.
المشكل الكبير هنا هو المياه الآسنة الراكدة المتجمعة في أقبية العمارات، وهي تخبئ الكثير الكثير من الجثث. عناصر الحماية المدنية تدخل المنازل تفتش، يعني ما تروحش للبحر وتسنى الجثث التي يلفظها البحر، لا، تدخل إلى الأماكن، إلى الأقبية، إلى المنازل لتحديد أماكن اشتباه وجود جثث، لتتدخل باحترافية كبيرة مثل ما نشاهد. تحتاجوا كورداج؟ كورداج إذا شاهدتم معنا وشهدتم معنا عملية تدخل ناجحة لعناصر الحماية المدنية، استخراج جثتين من مكان واحد في منزل واحد وسط ظروف صعبة جدا. إذا هكذا هي تدخلات الحماية المدنية الجزائرية المفدى إلى درنا الليبية.